حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها المشاهدين من المواقع المحلية. حرفة في صنعاء تعيش أيامها الأخيرة في ظل الحرب. ومن الصحافة العربية: عام على مقتل صالح، صنعاء للحوثي ونزاع حول الحديدة. ومن الأخبار المنوعة: من بي بي سي، القبض على مشجع رمى قشرة موز في الملعب أثناء المباراة. أهلا بكم. كل يوم تكتشف وسائل الإعلام الجديدة تهديدا جديدا لصناعة أو لممارسة نشاط معين جراء الحرب. ويورد موقع المشاهد نت أحد التأثيرات الجديدة ويعنون: مخاوف من اندثار صناعة الفضة بسبب الاضطرابات في اليمن. ويشكو بائعو وحرفيو حلي الفضة في العاصمة صنعاء من تراجع الإنتاج المحلي والإقبال على الشراء، الأمر الذي دفع بالبعض للعمل في مهن أخرى وسط مخاوف من اندثار هذه المهنة. واشتهرت اليمن عبر مئات السنين بالمشغولات الفضية، وأثبتت الحرفيات الأثرية والعلمية وجود مشغولات فضية تعود إلى الحضارات القديمة. ووفقا لخبراء، فقد احتلت الفضة اليمنية مكانة سامية كمركز للثراء والقوة في العصور القديمة قبل انتشار النقود في العالم. يقول محمد علي جابر، وهو أحد كبار صائغي الفضة في اليمن ويملك ورشة خاصة في مدينة صنعاء، خلال زمن الحرب انقطعت التيار الكهربائي فتوقفنا عن العمل بالمكائن الخاصة التي تساعدنا في صياغة الفضة. الآن نستخدم الطرق القديمة، يعني عدنا للخلف 50 سنة تقريبا. وقال أحد المتخصصين بالمشغولات اليدوية إنه درب 300 شخص للعمل في صياغة الفضة بتخصصاتها المختلفة، لكن للأسف من يمارسون المهنة حاليا لا يتجاوزون عدد الأصابع. في مثل هذه الليلة قتل صالح. من بين كل الأخطاء التي يرتكبها الإنسان في حياته يكون هناك خطأ قاتلا، هكذا بدأ ياسر عامر مقاله الذي تنشره بلقيس. ويضيف الكاتب: رسخت عبارة صالح الشهيرة عن الرقص على رؤوس الثعابين إيمانه بأنه سيكون قادرا على الاستمرار بنفس الفهلوة التي درج عليها والتحايل الذي عرف به. كان صالح مدفوعا برغبة كبيرة في التسلط، لم يكن يستمع للآخرين، وكان يشكك في ولاء كل من يخالفه الرأي. توج أخطاء 3 عقود بالخطيئة التي أحاطت به، تلك الخطيئة التي صافح فيها يدا يدرك تماما أنها امتهنت اليمنيين لـ1000 عام. فوت صالح على نفسه فرصة مثالية كانت هي طوق النجاة الأخير، حينما منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، لكنه كالعادة ظن أنه سوف يلتف على الجميع وعدها فرصة لالتقاط الأنفاس، فتحول من رئيس بلد إلى رئيس عصابة وقرر خوض جولة جديدة من العبث. كنت ولا زلت على إيمان مطلق بأن حاشية صالح لو أدت دورها في ثنيه عن الطريق الذي قرر السير فيه لما آلت الأمور لما هي عليه، لكنها باركت كل خطواته، كالت له المديح وخلعت عليه ألقاب الحنكة والدهاء حتى قتلته. في كل ذكرى ومناسبة لمقتل صالح يجب العمل للحيلولة دون تزييف الوعي وتزوير التاريخ وتحويل صالح من رجل سلم الأرض والخريطة والعلم إلى بطل ورمز وطني. بالطبع لا يمكن نسيان ولا غفران الكارثة التي ارتكبها صالح، ولا يمكن إنهاء سيرته على طريقة سأمحوه لقد رحل. لم تكن المشكلة معه شتيمة وجهها لشعبه يتطلب منهم غفرانها بعد مقتله، لقد ارتكب خطأ تاريخيا أصاب الشعب في مقتل وصار يرزح تحته حتى اللحظة، والله وحده يعلم متى يبرأ منه. ما زال الشعب يعالج تلك الغصص التي جرعها إياه. ارتكب صالح خطيئته ثم رحل وترك لنا خطيئته. يتحدث موقع راي اليمن عن تسوية اقتصادية مرتقبة بين الفرقاء في اليمن تشمل البنك والمطار والرواتب. وقال الموقع استنادا إلى مصادر حكومية قولها إن المشاورات ستناقش ترتيبات تسوية اقتصادية تتضمن توحيد البنك المركزي وفتح مطار صنعاء
أمام الرحلات التجارية ودفع رواتب موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين. وستناقش المبادرة بحسب المصادر تسليم ميناء الحديدة إلى لجنة محايدة من القطاع الخاص اليمني تتولى تشغيله تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة على أن يتم تحويل الإيرادات للبنك المركزي في عدن. واستبق محافظ البنك المركزي محمد زمام مشاورات السويد بتصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية سبأ، يؤكد فيه أن البنك سيبدأ الأسبوع المقبل بدفع رواتب موظفي الدولة في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين. وقال زمام إن البنك ينتظر ودائع بقيمة 3 مليار دولار، وهناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة أو بعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة. تستغل ميليشيات الحوثي الهدنة التي ترافق عملية السلام في أمر آخر يركز عليه موقع الصحوة نت، والذي علق أكثر من 100 مختطف خلال أسبوع. ميليشيا الحوثي تدشن حملة اعتقالات واسعة بالحديدة. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات واسعة في محافظة الحديدة، وأن أكثر من 30 شخصا اختطفتهم ميليشيات الحوثي في يوم واحد فقط، ليصل عدد المختطفين خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 100 مختطف غيبتهم ميليشيات الحوثي في سجون الأمن والبحث وسجون خاصة أخرى، فيما نقلت مختطفين من سجون الحديدة إلى سجون حجة وصنعاء. وتأتي هذه الاختطافات قبل أيام من انطلاق المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، ما يمثل تحديا جديدا لتحريك وحل ملف المختطفين الذي يعد أحد أهم الملفات ذات الأولوية في المباحثات التي ستجرى في السويد. أمام وجع أطفال اليمن، تحت هذا العنوان تكتب الروائية اللبنانية المعروفة نجوى بركات مقالها عن أطفال اليمن وتنشره في العرب الجديد. في بحثها الذي يحمل عنوان أمام وجع الآخرين، والذي يؤرخ لصور الوجع في تاريخنا الحديث منذ اللوحات التي رسمت على المسيح المصلوب مرورا بعذابات الشهداء المسيحيين الأوائل التي رسمها غويا، وصولا إلى مآسي الحروب الحديثة والإبادات الجماعية، تطرح المفكرة والباحثة الأمريكية سوزان سونتاغ سؤالا مزدوجا تموضعه في إطار تاريخي، ما الذي يعنيه تقديم الوجع في صور فوتوغرافية يفترض أن تكون موضوعية، وما هو نوع النظرة التي تستدعيها لدى المشاهد في عصر باتت فيه صور الوجع عملة رائجة؟ ضمن هذا الإطار تبدو صور اليمن الجريح وكأنها تسبب عسر هضم للناظر إليها، إذ تشعره بعد صور سوريا وأطفالها النيام قبل أوانهم وصور موجعة أخرى بالتخمة، وبأنه قد بات مكتفياً لا يريد أن يرى المزيد. ومع ذلك ينبغي التذكير بأن الاكتفاء والامتناع عن رؤية ذلك المزيد هما بمثابة تناس وإهمال كل الذين لا يملكون صوتاً، المسلوبة حيواتهم وحقوقهم، المرميين في مزابل التاريخ. لأطفال اليمن البائسين المتحضرين الحق في احتلال صور تقض مضاجعنا وتؤلمنا وتقيم في ضمائرنا، لوجعهم الحق في إقلاقنا، ولوجوههم البائسة أن تدعونا إلى التفكير، ذلك أن كلماتهم التي لا تقال لن تحيا إلا عبر نظرتنا، ولا بد لرؤية صورهم أن تستدعي فينا نوعاً من المسؤولية، ولا بد لها أن تخاطب ضمائرنا أخلاقنا وأن تذكرنا بأن من يقول إنه رأى يوازي أن يقول إنه بات يعرف وبإمكانه أن يخبر ويشهد. كيف لا تثير فينا صور أطفال اليمن الجياع الذين تحولوا إلى هياكل عظمية هذا كله؟ كيف لا نراها حاضرة واقعية جارية الآن مرعبة مستحيلة؟ كيف لا يخيفنا عددهم؟ يرعبنا موتهم المحتوم، بؤسهم، عجزهم. تتحدث العرب الجديد عن أبرز ما حدث تم قبل عام من الآن وتعنون
عام على مقتل صالح، صنعاء للحوث ونزاع حول الحديدة. ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي في اليمن انتشرت الدبابات والآليات العسكرية في المربع الأخير الذي كان محور نفوذ حراسة علي صالح من منطقة السبعين مرورا بالحي السياسي وحتى منطقة الثنية التي يقع فيها منزله. هناك لفظ صالح أنفاسه الأخيرة ليرث الحوثيون كل ما تركه حاكم اليمن لأكثر من 3 عقود في العاصمة صنعاء على الأقل، بينما تحول أفراد عائلته الموجودون يومها إلى أسرى وقتلى أو فارين وملاحقين. الصحفي فتحي أبو النصر قال للعرب الجديد إنه بعد مقتل صالح استفرد الحوثي في الشمال وانقسم المؤتمر، ثم سعت قوى قبلية أو من بقايا الحرس المحسوبة على صالح وابن شقيقه طارق للبحث عن توازنات تستوعبها. تضيف الصحيفة بعد أن الحوثيون وبعد عام على قتلهم صالح نجحوا في إزالة الخطر الذي كان يهدد سيطرتهم في العاصمة اليمنية، في حين راهن عليه التحالف في أيامه الأخيرة بتغيير المعادلة عسكريا بصنعاء ضد الحوثيين. في مقابل صنعاء كان الحوثيون بعد قتلهم صالح على موعد مع كابوس التصعيد العسكري في الحديدة والذي حشدت له القوات الحكومية عسكريين ناجين من قوات صالح بقيادة طارق صالح. أدباء اليمن، الوحدة والانفصال. تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله في يمن مونيتور مضيفا: كانت طليعة المثقفين اليمنيين من أعلى الفئات الاجتماعية صوتا في مسرح الأحداث السياسية والفكرية إثر قيام ثورة 26 من سبتمبر من عام 1862 التي أطاحت بعرش الكهنوت القروسطي حتى الاستقلال وإنهاء الاحتلال. وتأسيسا على هذه الحقيقة كان لزاما على هذه النخبة أن تطلع بدور ريادي وقيادي في مسار التنوير والنضال الواعي تجاه أكثر القضايا الوطنية حيوية ومصيرية وفي مقدمتها وحدة اليمن. لذا تنادى هؤلاء في مطلع السبعينيات للالتئام ضمن إطار علني اتسم بصفة فكرية وإبداعية أكثر منها سياسية، وإن كان الصوت السياسي بدأ مرتفع النبرة في خطاب اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين منذ لحظة إشهاره. ففي ظل التشتير القائم في البلاد التي كانت تاريخيا موحدة، التأمت طليعة مثقفي اليمن يتقدمهم أبرز أدباء ومبدعي البلاد لإعلان قيام الاتحاد الذي كان أول ضربة معول في تمثال التشتير والتشرذم الذي تعانيه اليمن. وقد تبنى الاتحاد منذ اللحظة الأولى لإشهاره دورا تنويريا وتثويريا جادا لتحقيق وحدة البلاد على أساس سلمية وديمقراطية. وقد كان الشعار الرئيس الذي اختارته طليعة المثقفين اليمنيين لكيانهم الجديد تحقيق الوحدة اليمنية في الصدارة من مهام أجيالنا المعاصرة، وهو الشعار الذي ظل ثابتا لا يتبدل بتوالي المؤتمرات التي عقدها الاتحاد على مدى عقدين كاملين حتى أشرق يوم تحقيق الوحدة الذي حلم به وناضل من أجله خيرة مثقفي اليمن وفي المقدمة أدباؤها وكتابها. والحق أن الحرب الطاحنة والمستعرة اليوم ومنذ 4 أعوام قد أفرزت جملة من المآسي والويلات على الأصعدة كافة، غير أن انسلاخ طائفة من المثقفين والأدباء عن الكينونة الوطنية الموحدة هو بحد ذاته مأساة تعدل كل مآسي هذه الحرب، لكونها خيانة للنضالات وتضحيات أجيال بأكملها على مدى حقبة وأسفار يمانية عديدة وتليدة تتجاوز فئة المثقفين وشريحة الأدباء إلى كل النسيج الوطني. وفي جولتنا في الصحف الفرنسية عنوان صحيفة لوفيغارو: المبعوث الأممي المنتظر في صنعاء. وقالت الصحيفة إن جريفيث توجه إلى صنعاء لإجلاء 50 من مقاتليهم الجرحى كجزء من إجراءات بناء الثقة قبل محادثات السلام في السويد. وبحسب مصدر من الأمم المتحدة يدور حديث أيضا عن إعادة فتح مطار صنعاء الدولي الذي أغلق لمدة 3 سنوات بسبب الحرب. كما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أنه يتوجب إخلاء 50 من المتمردين الحوثيين في اليمن إلى سلطنة عمان على متن طائرة مستأجرة من الأمم المتحدة، وهي إشارة على بناء الثقة قبل محادثات السلام. تضيف الصحيفة في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس: ذكرت المصادر الدبلوماسية عن إجراء مفاوضات سلام هذا الأسبوع، ولكن لم تصدر الأمم المتحدة حتى الآن أي إعلان عن ذلك. صحيفة الغارديان التي نشرت مقالا لمحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور بعنوان: فرنسا وبريطانيا تحذران من اختبارات إيران الصاروخية. ويوضح وينتور أن باريس ولندن تشعران بالقلق من الاختبارات التي تجريها إيران لصواريخ متوسطة المدى القادرة على حمل أنواع متعددة
واحدة من الرؤوس. ويقول وينتر إن الولايات المتحدة ربما تستطيع أخيرا أن ترى بعينيها أن حلفائها الأوروبيون قد اقتنعوا أخيرا بأن إيران ربما تشكل خطرا أكبر مما ظنوا، وأن استمرارهم في الالتزام بالاتفاق النووي مع طهران الذي وقعوه عام 2015 لم يعد مبررا. ويضيف وينتر في تقرير ترجمته البي بي سي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتقد الاختبارات الصاروخية الإيرانية، وسيكون حاضرا الأسبوع الجاري في اجتماعات حلف شمال الأطلسي الناتو لتحذير الدول الأعضاء من حجم الخطر الذي تشكله إيران على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. مرت سنة على مصرع الزعيم. تحت هذا العنوان كتب محمد المياحي مقاله الذي تنشره بلقيس مضيفا في فقرات من المقال: مرت سنة وما زلت أؤمن أن مقتل صالح كان أهون بكثير من انتصاره، وأن انتصاره كان أخطر على مشروع الدولة على المدى البعيد من انتصار خصومه، بصرف النظر عن تفاوت نسب كارثتهما. فالحوثي وإن كان يشكل تهديداً وجودياً لقيم الدولة والحياة الحديثة ككل، لكنه يشتغل بوقاحة معلنة، وهذا ما يمنحنا إمكانية مواجهته بشكل صريح. إنه عدو همجي وواضح، لكن صالح رجل معجون بالدسائس. لقد أدمن اللص لعبة المكر، وخطره يكمن في قدرته على اللعب معك في ساحة واحدة ونخر مشروع الدولة من تحت الطاولة. هذا ما كان يؤرقني دائما، لدرجة أن يصيبني الإحباط فأتساءل: هل يمكن تأسيس دولة حقيقية في ظل وجود صالح؟ هل سيتركنا هذا اللص لنصنع مصيرنا ويذهب للتنسك في معبده؟ لا يمكن أن يحدث هذا، لا يمكن أبدا. يعتقد المؤتمريون أن النواح على صالح يمكن أن يكفر ذنب خيانتهم للدولة والجمهورية، يواصلون التباكي عليه ليتطهروا من مشاعر الخطيئة وتأنيب الضمير. من الناحية النفسية يبدو نواحهم مفهوما ومفسرا، نحن إزاء حشد من البشر تجرحهم مشاعر الحرية، يفتقدون شرط الاستقلال النفسي الكامل، ولا يمكنهم الحياة دون أن يرهنوا ذواتهم للآخرين ولو تعلق الأمر بمواصلة الولاء لجثته. مقتل صالح كان يجب أن يكون فرصة لتدشين بداية جديدة لحزب المؤتمر، بداية يستعيد فيها الحزب قراره المؤسسي ويحدث قطيعة مع زمن الزعيم الفرد والقادر المقتدر الأوحد، لكن هذا لم يحدث، فكل مفاتيح الحزب كانت معلقة على معصم الزعيم وكل خيوطه تتقاطع في يديه. وما إن تهاوت الأسطورة الزائفة، دخل التنظيم في حالة التيه الكبيرة وقعدت الجماهير المكلومة تنوح على الأرصفة. في الأخبار المنوعة نطالع من شبكة البي بي سي البريطانية إلقاء القبض على مشجعين ألقى بقشرة موز في الملعب أثناء مباراة توتنهام وأرسنال. وقال الموقع: ألقي القبض على أحد مشجعي نادي توتنهام إثر إلقائه قشرة موز نحو أرض الملعب خلال مباراة فريقه مع أرسنال على ملعب الإمارات. وقد ألقيت قشرة الموز من ركن بعيد في الملعب في اتجاه اللاعب الجابوني بيير إيميريك بعد تسجيل هدفا لصالح أرسنال الذي فاز بالمباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين. وأكد متحدث باسم النادي أنه سيتم حظر المشجع. وضعت جمعية كيكت أوت الخيرية المناهضة للتمييز إلى أن يحظر دخوله إلى الملاعب مدى الحياة. وألقت الشرطة القبض أيضا على ستة آخرين في الملعب لارتكابهم مخالفات بحق النظام العام، من بينهم اثنان على الأقل من مشجعي نادي أرسنال قاما بإشعال قنابل دخانية خلال المباراة. طالعتنا صحيفة الجارديان البريطانية بصور تحمل في أغلبها ملامح سياسية معبرة لا تحتاج للكثير من الشرح، بالإضافة لصور أخرى متنوعة نتابع.
ماذا تقول لنا الريش اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تحمل العديد من الآراء والمواقف، نتابعها. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.